شوف لا لك هاي البنت اللي جوا ما عم بتفيق. مين؟ أنا بنت. لك هاي النايمة جوا شو اسمها؟ كيف يعني ما عم بتفيق؟ لك حبيبي بديها تطلع قبل ما يطلع النهار. بسام خلاص خلاص اتركها هلا بتفيق لحالها. لك شلون تفيق لحالها؟ بديها تطلع قبل ما يشوفوها الجيران طالعة من عندي. نسيتني شو كنت اقول لك. تصور كبيت عليها مي باردة ما فاقت وما تحركت ولا تحرك فيها شيء. خرب بيتك. قوم قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو 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 ولي هاي ميتة. شو ما فيها نبض قلوب؟ شو حطيتها انت؟ طلعت رجي ما حطيتك شي نوار ولا حتى شوي ولا زرة. هي جايبة معها أبصر مني. معناتها اللي جايبته مغشوش. هو اللي قتلها. أنا دقته نص قزاز. وأنا كنت عم أقول ليش كانت عم تستفرغ. كان لو أنت تسأل حالك شو بدنا نعمل فيها؟ أخي بندق للشرطة ومنقول لهم ماتت لحالها. إذا فحصوا دمها بدهم يقولوا نحن اللي أعطيناها، نحن اللي موتناها. هيك رح يقولوا. لأنه كمان رح يفحصوا دمنا. ولي ولي هيك رح بتروح فيها. لوين رايح؟ اسمع نوار اسمع. اسمه الناس نايمين. بنلبسها برجليها وبنعللها شنطتها بكتفها. بنحطها بالاسانسير وبنبعتها على الطابق الاول. يعني ما في حل تاني؟ لا تاني ولا تالت. شوي شوي استنى استنى نوار. حطها على الارض حطها. شو 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 بكي حدا من الجيران شافها هي وفايتة لعنا. كيف كيف هلا هي موجت لحالها؟ ايه. طيب وهديك التانية موجت قبلها بساعة؟ مزبوط. والطابع عندك يا فهمان في شقتين. بركي حدا من الجيران شافها هي وعم تفتح باب الاسانسير وعم تفوت لعنا على البيت. يا حما ولك انا يا نوار يا نوار قلت لك من الاول مشيها. لك ما رضت تمشي ما رضت تمشي. شو زدت من البرندة يعني؟ ما بعرف ما بعرف بنوب. بس الشغله فيها خربان بيت. ولي خربان بيت الي لانه هذا البيت بيتي وجريمه صارت فيه. جريمه؟ ايه جريمه. لك شو هي اسمها؟ ولي على هالوقعه. ولي عيد عيد بس ما عم استوعب. لا حول الله. بنجيب شرشف شرشف بنلفى فيه وبنزلها بنحطها عندك بالسياره وبناخذها بنحطها يفشي جنبي يفشي بستان. طيب طيب وبلكي حدا شافها. لك شو بلكي ما بلكي الدور عم يطلع. طيب طيب انا رح انزل قبلك منه بشوف الطريق ومنه بفتح صندوق السياره وانت بتحملها وبتنزل فيها. انا احملها؟ لا والله ما حزرت. لك كلها 20 30 كيلو. انا مشان وزنها انا مشان حملتها. اذا شافني حدا حاملها قلي بتلبسني الجريمه مو لك. ايوه ماشي يا بسام انا رح احملها. مسك هاي مفاتيح السياره. احملها انت. انا شو دخلني؟ العرب منين اجت هالمصيبة؟ مصيبه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو اللي موتك انت هلا؟ امسك روح فايت. استنى شوي. يلا حبيبي يلا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو سلامي. مع ألف سلامة. ولي والله لا يسلم فيكي ولا مفصل. ايش خلت فينا مفاصل هاي؟ معقولين كهالليلة بسام؟ لك انت ليه بتجيب لي اشكالات هاي من وين؟ ليك هالحكي
هلا انا منين بجيب هالشكلات؟ ما عاد تطق حالك انت وياها طول الليل؟ رغي بدون فائده وبدون طعمه. المهم هذا درس لازم نستفيد منه. تخيل لو كانت ميتة فعلا. ما حدا بيموت ناقص عمر. والصبح اوعد فيقني. اين الصبح؟ ما طلع النهار. بدك تروح على شركتك روح وتركني نايم. انا على الوكالة مالي رايح بنوب. تصبح على خير. لك طيب بدك تنام عند رفيقك. اتصل احكي. بابا انا اتصلت بماما وقلت لها انه يمكن نام عنده بالبيت. يمكن؟ طيب يابا والله ما عدت صغير يعني خف عني شوي. ما في مشكلة. المهم هلا اليوم لا تغيب. عمك رافت اتصل معي وقال عازلنا اليوم المساء عنده نتعشى ونسهر. حلو كتير بابا. طالما رجعت المياه لمجاريها بيننا وبين عمك لو سمحت ما بدي اياك تزعله ولو شغله صغيره. معقول يا بابا؟ انا رجال بعجبك واللي بيشوفني بعيني بشوفه بعينتين. وعمو رافت هالكم يوم صاير رجال بياخذ العقل بينشرب مع المي العكره. فلا تخاف وطمن بالك ما راح زعله بنوب. وهذا الشاب اللي بيشتغل عنده ما تحاول تضايقه اتركه بحاله بابا. امرك غيره. غيره امسك لي هالفاتوره تاخذ لها لاب معروف اللي بسلم عليك بابا بيقول لك هاي لازم تندفع من 20 يوم لهلا ما اندفعت. وانت وجايب طريقك مرة المحدين خليه بعد عمال ياخذوا التهانات اللي عنا. يا مو تكرم عينك ابو بسام والله انت على راسي من فوق. هيك صرت احسن بس انت لسه ما صرت احسن. بسام خلينا نرتاح شوي انا اعصابي تعبت. انت اعصابك فارطه من ليله امبارح. ليش قليله؟ لا مو قليله بس مريت على خير. هي البنت متوكي وفيها ميت علي ولي. اي شو انا بضرب بالمندل؟ بدون ما تضرب بالمندل. ليش الوحدة ما بتبين من وشها؟ خلينا ارتاح شوي. ايه مثل ما بدك ابو النور. اصلا انا الليلة معزوم عند عمي رأفت. فرصة تقرب منه خليك عنده كام يوم. شو مليت مني ابو النور؟ لا تتغلص انا كمان الشغل تعبني وحاسس ان الوالد هيك مثل السيف صاير على رقبتي. صحيح ما قلت لي شو صار بصفقة الكونديشنات؟ بكره بيبين معي. رح بتزبط معك ورح تحلل لك كل عقدك. يلا ابو النور انا لازم روح. بدون زعل بسام. ها ليش انا بقدر بزعل منك؟ دير بالك على صحتك. شو؟ لسه ما صلح؟ يعني يا سلام يا اخي شو هالتعقيد هذا؟ فزراعة هالاجانب شو شاطرين. عصر التكنولوجيا عمو دخلك وهذا عصر التكنولوجيا ما بده يمروا علينا نحن العرب يعني؟ ليش؟ ما عنا علماء كثير بس اغلبهم بيشتغلوا برا. هلا انت كيف بدك تعرف العطر اذا مالك دارس هدول القطع الصغيرة هدول الفراتيك؟ انا بزماني اشتغلت عند بصلح فيديو وتلفزيون. بعدين انا ما راح اصلح اي قطعه فيه، كل اللي راح ساويه اني امسح الراس بشقفه ورقه وسبيرتو بس. هلا مصلحين الفيديو هي شغلته؟ مو دائما بس هذا شغلته بسيطه. تعال تعال خليك انت بالتصليح. ام يوسف تفتح الباب. دير بالك اذا خربته بدي ازعل منك. ها غالي كثير هذا. يا شو بسهله تفضل. برافو وصلتوا مع بعض؟ لا ملتقين على الباب. بعدين ما قلت له انه اخي ابو يزن جاي معنا؟ المهم انه لميتكم على بعض. ولا قلت له عازمك؟ احسن شيء المهم التقينا كلياتنا مع بعض وهي احسن شيء. يلا عشتنا على البسكليت. يلا يا مين باسمه؟ اهلين شكرا. اهلين نوال. اهلين بالصلاه. بعد عم بس بالاسم طبعا.